السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم شمس العبدولي مثقفة صحية بإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى للشؤون الأسرة. مشاركتنا اليوم ضمن مهرجان الحمرية هي ضمن حملة صحة وسياحة التي تقدمها إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى للشؤون الأسرة بشكل سنوي. حملتنا في هذه السنة تحت شعار مناعتي. مشاركتنا لليوم كانت عبارة عن فعالية ورشة تحت عنوان مناعتي، قدمنا بعض المعلومات عن الخرافات التغذوية اللي تخص المناعة للأطفال. كذلك من ضمن مشاركتنا اليوم قدمنا أسئلة ومستغبقات عن موضوع المناعة وقدمنا الجوائز للأطفال.